بعد صلاة كل جمعة في صيف 1962، كان المصريون يستمعون إلى ملحمة أدهم الشرقاوي من الإذاعة بغناء عذب وشجي من المطرب الكبير محمد رشدي. منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه؟ شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه. الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي، الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي، مواله أهل البلد جيل بعد جيل غنوه. قال لي صديق الراحل محمد رشدي إن النجاح الهائل للموال دفع عبد الحليم حافظ إلى الغناء في فيلم أدهم الشرقاوي بطولة عبد الله غيث. فمن يكون هذا الاسم تميمة حظ رشدي؟ والمثل الأعلى للرئيس الراحل أنور السادات حسب قوله في كتابه البحث عن الذات، هو الشاب أدهم عبد الحليم عبد الرحمن الشرقاوي، المولود في قرية زبيدة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة في عام 1898، أي بعد الاحتلال الإنجليزي ب17 عاماً، وقتل في مثل هذا اليوم في 13 من أكتوبر في عام 1921. وكتبت الأهرام خبر مقتله بعنوان عاقبة البغي مقتل شقي كبير. وفي يوم 15 من أكتوبر نشرت تفاصيل مقتله بعنوان سلطان الأشقياء ومصرعه. وقالت الأهرام إن الشقي أدهم الشرقاوي قتل بطلق ناري، واشتهر القتيل بالجرائم والاعتداء على الأنفس والأموال في بيان النهار وفي الليل، ولم يسلم من شره حتى بعض أقاربه. وأضافت يشيعون عن القتيل المذكور حكايات كثيرة، منها أنه يثير الذعر والرعب في أنحاء مركز إيتاي البارود وكم حمادة والدرنجات، وأنه حاصل على الشهادة الابتدائية وترك الدراسة للثأر ممن قتلوا عمه. وشرحت الأهرام أن الداخلية وزعت منشورا فيه أن من يمسك هذا الشقي حيا أو مقتولا فله 300 جنيه. فقتله محمد خليل الجاويش. ومن واقع هذه التغطية الصحفية فإننا أمام شقي حسب ما تراه السلطة. وفي بحثي عن الحقيقة بأرشيف الصحف وجدت مادة متنوعة ما بين اتهامه بالبلطجة وأخرى تراه بطلا. وحسب تحقيق منشور في مجلة آخر ساعة يوم 9 من أكتوبر في عام 1963، يتحدث عمه الحاج محمد سلمان الشرقاوي وسامي ابن عمه عنه بوصفه وطني ينصر المظلومين ودوخ السلطة، وانتقم لعمه محمود الشرقاوي الذي نفاه محمد سعيد باشا رئيس الوزراء إلى الواحات بسبب ثورته ضد الإقطاع. دخل السجن وقتل فيه علي عبد الرؤوف عيد قاتل عمه، فنال حكم بالمؤبد، لكنه استطاع الهرب بعد 5 سنوات على أثر الفوضى التي حدثت أثناء ثورة 1919، وحدثت اشتباكات مع الأمن أثناء هروبه أدت إلى قتل 80 مسجونا. هكذا تبقى قصة أدهم بين الحقيقة والأسطورة، وعطف الخيال الشعبي عليها الكثير مثل اتهام صديقه بدران بقتله كما يذكر الموال. وتلك مشكلة حكى لي محمد رشدي أن بدران الحقيقي هدده برفع قضية على أثرها، وأجرى وقتها الصحفي فاروق عبد السلام رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون فيما بعد تحقيقا صحفيا استضاف الاثنين في مصالحة أكدت على براءة بدران.